السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. Have a seat, please. ما شاء الله. تشرفك يا بسم الله. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا شفيعنا ومشفعنا وسيلتنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. منزه عن شريك في محاسنه، فجهره الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. محبة دروشي بدي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. My most respectable, most respected and beloved Sheikh Faisal Abdul Razak, President of Sunnah Jamaat, Toronto, Canada, Mr. Feroz, Ulama Ikram, Nathwan, Buzurgon, teenagers, youngsters, پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے الحمد للہ وی ہیو آل کم ہیئر ٹو اہل سنہ والجماعہ دس اسلامک سینٹر ٹو اٹینڈ محفل میلاد النبی. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم از اے سیلیبریشن امنگ مسلمس وچ وی آر باؤنڈ ٹو سیلیبریٹ. محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوز پیپل ہو آر سیلیبریٹنگ میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، only those people are accepted by Allah. And that is why, to prove our loyalty, to prove our honesty with Allah subhanahu wa ta'ala, we are also celebrating
ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قرآن مجيد فرقان حميد, the Holy Quran informs us about the personality of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on different occasions, and especially at one occasion and many other occasions also. It also informs us, tells us how much Allah subhanahu wa ta'ala is regarding His beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.